بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بالنسبه لعيد الاضحى انا من زمان ما قراتلكوش فيديوهات لان كنت تعبانه وعايشه كده بدعواتكم. والله انا عايشه بدعواتكم عشان انا بحبكم قوي. من زمان ما عملتش فيديوهات، وطبعا المحل على طول مفتوح. حتى لو ما عملتش فيديوهات المحل مفتوح وفي احلى فطير. احنا في العيد الكبير اهون طبعا قرفتم اللحمه والكبده والحاجات دي، وقرفتم الطبيخ. وتعالوا بقى معانا عندي الحبايتين كده هما بسم الله ما شاء الله ليه حاجه كده فله وجميل. عندي الثلاث حبايات كيلو، عندي الجامبو كبير لان عندي فسيخ مش عندي حد. اللي عندي جميل حاجه كده فوق الوسط. الفسيخه عريضه، شوفوا عرض الفسيخه، فسيخة سمينة وعريضة وحلوة وجميلة. عندي الأربعات الجديد الحلو اللي لسه معمول برضو. عندنا الأربعات، عندنا الصغير المحل مفتوح النهاردة الجمعة، عندنا كل اللي انتوا عايزينه. عندنا الأربعات تحفة، سمنة بلدي، السمكة سمينة وسايحة وجميلة، وفي النسير اللي انتوا عايزينه في السايح. السمكة ما شاء الله منزلة زيت حاجة كده فلة فلة فلة. ده الحبايتين كيلو من الأربعة. وعندي ثلاث حبايات كيلو برضو اهو بسم الله ما شاء الله عليه. عندي ثلاث حبايات كيلو يا جماعة اهو. طبعا الفسيخ منزل زيت ما شاء الله. ده الحبايتين. وعندي الجامبو الكبير يا جماعة الحباية كيلو. وعندي كل اللي انتوا عايزينه. يعني انا عندي فسيخ بسم الله ما شاء الله عليه طبعا منزل زيت بطريقه ما يتخيلهاش بشر. يعني مش بقول انني ان احنا يعني سمنه. شايفين السمنه اللي نازله ما شاء الله. فسخنا سنين وجميل ودلع ومظبوط. عندي الدلع وعندي المظبوط وعندي الحادي. الله يبارك فيك. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد علينا كلنا يا رب. النهارده الجمعه، عندنا الفسيخ اللي انتوا عايزينه كله. ابداوا بقى من الجمعه السبت الحد. اللي قرف من السمك، اللي قرف من اللحمه قصدي، يجي ياخد فسيخ يتغدى فسيخ مع حبايبه. وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا عندي جمله قطعيه يا جماعه. اللي عايز من كيلو ل 2000 كيلو للي انتوا عايزينه كله. عندنا جمله وقطاعي، وعندنا توصيل، وعندنا كل اللي تحبوه. وطبعا احنا في سخان البحار نبروق امام مدرسه الثانويه. ملناش فروع اخرى. وانتوا وحشتوني والله، وحشتوني والله، وحشتوني وعايشه بدعواتكم. ودايما افتكروني كل ما تاكلوا فسيخ افتكروني بالدعاء بالشفاء. وربنا يا رب كده يشفيني ويشفي كل مريض حتى دايما مسترجع. ودايما كده اجيبكم الحلو ويبارك في ولادي يا رب، ويخليهم لي ويشوفهم اسعد الناس هم والمسلمين اجمعين. بحبكم. ومعلش والله العظيم قله طلوع الفيديوهات عشان والله ما بقدر اتكلم. بس الحمد لله ربحنا في نعمه احسن من غيرنا. الحمد لله الحمد لله على ربنا بيجيبه. وسخنا حلو يعني اول بصي تروحوا حد تاني. احنا جميل استنى شايفين شايفين كمان كده كله 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 حاجه كده اخر جماعه. عندنا جنب كده وعندنا كل حاجه. وطبعا مش قادره اقول لكم ايه. وحشتوني كل سنه وانتم طيبين. واحنا في البحار وكلنا بس مش قادرين.